الانجاز واللي هي مبرمجة على بعض القطاعات واللي بدا الانجاز ديالها في عديد من القطاعات. امور اخرى اللي بالفعل يمكن نقول لك ما ممكنش لاسباب بعينها ولا شي سبب اخر، هذه قلنا لهم راه دير هذا الشيء صعيب اننا ننجحوا. وبالتالي البرنامج دابا اللي عندنا، انا تنقول الاخوان اللي مشاو تيتحاوروا اليوم عاود يطلبوا من رئيس الحكومه على انه يدير لقاء دو سويفي ديال المتابعه. راه طالبنا بها، هذا هو باش علينا داك الاساس اللي قلنا حنا مع مبدينا فيهم داك البرنامج نشوف شنو دار وشنو ما دارش باش نزيدوا فيه. ولكن ما يمكنش تقول على انه ما استاش شي حاجه، امور راه دارت وامور راه غادي. حنا معتقلين حتى لم يتم اطلاق سراح ديالهم من الحكوميه ديالهم 4 سنين كاين اكثر ذلك. كاين متابعات اخرى اللي مازال حدا شي ديال المتابعات. انت عندك اي علم شحال العدد ديالو؟ انا ما المتابعات وصلت 60 حتى 60. لا لا لا، اللي تم الاستدعاء ديالهم، اللي تم الاستدعاء ربما تم الاستدعاء، ماشي تم الاستدعاء ولكن ماشي المحاكمه ديالهم. استدعاء ضروري دابا غير شوف دابا المدفن اللي اقترح عليك بها جميع حيتياتي. انتم دابا اللي متابع من جهتكم مع الناس اللي تيمثلوا المنطقه، ماشي ضروري هو الناس اللي تيمثلوكم كاملين هنا يطلبوا عاود لقاء من السيد رئيس الحكومه على اساس انه دار لجنه ديال المتابعه داك الاتفاق اللي مشينا عليه، ومنهم هذه الجوانب اللي مرتبطه بالقطاع ديال القضاء الى اخره في هذا الجانب، ونديروا الجرد ديال داك الشيء اللي دار واللي ما دارش باش الحاجه اللي ما دارش نسرعوها. هذه المشكله مازال مطروح بهذه الحده، انا ما فراسيش بانه مازال مطروح في يدي، لانما اخ وزير ديال العدل قال لي الامور راه غاديه، بقاو شي حالات اللي هي يمكن نقول عندهم سوابق الى اخره، راه المسطره دايزه فيهم زعما ماشيه. الشيء الاخر راه نظن ما بقاش مطروح بهذه الحده اللي سمعت منك دابا، باش هذا الملف نعالجوه في الاطار الشمولي ديالنا. مستعدين انا مع الاقوان ديالكم كله، ما تنقولش غير ديال العداله الوطنيه، هذا ملف ماشي ديال العداله الوطنيه بعدا، يجلسوا مع رئاسه الحكومه باش نديروا المتابعه ديال هذا الشيء كله باش نخرجوا به النتائج الايجابيه. اللجنه ديال